اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم مع معالي السيد جورجيوس كاتروغالوس وزير خارجية جمهورية اليونان الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين. وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بمعالي وزير خارجية جمهورية اليونان وبزيارته لمملكة البحرين، معبراً معاليه عن تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة مع جمهورية اليونان ودفعها لأفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً معاليه أهمية مواصلة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بما يخدم تطوير كافة أوجه التعاون الثنائي بينهما. من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية جمهورية اليونان عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدا أن زيارته لمملكة البحرين تأتي ضمن حرص جمهورية اليونان ومساعيها الرامية لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التطور والازدهار.